بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا الظلم الذي وقع على من آل خليفة من زمن عيسى وقبل عيسى وبعد عيسى، كلهم هذولا بني قريظة اللي جابتهم الماسونية العالمية وفرضتهم على الدول الإسلامية بالخصوص على دول الخليج. هذولا ينتمون إلى جد واحد ينتمي إلى بني قريظة. وهذولا عندنا مثل بالعراق يقول خلف الملعون كلبا طلع أنقص من أباه، فهذا بعد أظلم من أبيه طلع، ووعد وعود كاذبة وأقسم أيمان وحنث على عن هاي الأيمان. ولذا شعب مظلوم ظلامة من حكومته وظلامة من العالم اللي يدعي حقوق الإنسان ويدعي أن يقمع المظاهرات السلمية ولا من مجيب ولا من متكلم بهذا. ومع الأسف احنا هذا موقف مساند لإخواننا البحرينيين إلى أن يأذن الله بالفرج والنصر المبين إن شاء الله.